لفقرة السوشيال ميديا. نبدأها طبعا بأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي واللي احتفلوا عبر صفحاتهم بلائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. المهندس خالد مرتجي نشر صورة له وكتب على صفحته على تويتر: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، شكرا لأعضاء الجمعية العمومية المحترمين الذين حرصوا على المشاركة في كتابة دستور ناديهم. ونشر طارق أنديل صورة لأعضاء المجلس على تويتر بعد إعلان الموافقة على اللائحة وكتب: فرحة الأهلوية بدستورهم. ونشرت رانيا علواني على صفحتها على الانستجرام صورة بتقول: الأهلي يرسخ تاريخه. ونشر محمد الجرحي على صفحته على فيسبوك صورة له والأعضاء مجلس الإدارة وكتب: يوم للتاريخ، دستور الأهلي، الأهلي فوق الجميع. كمان كتب محمد سراج على فيسبوك: مفيش حاجة صعبة على الأهلي الحمد لله، بس في حاجات كده الأهلي هو اللي صعب عليها، تصبحوا على نجاح وتحدي جديد إن شاء الله، أحلى وأجدع أهلوية رقم واحد. في كلام بين السطور حلو قوي دكتور. نروح لكابتن زكريا ناصف اللي كتب على تويتر: عائلة الأهلي ودرس في الديمقراطية، بالاختلاف بمنتهى التحضر والتجرد، وبالتصويت بمنتهى الحرية وإنكار الذات. عائلة الأهلي تواصل الحفاظ على الموروثات مهمة كانت الأزمات مهما كانت الأزمات والتحديات. مبروك لأعضاء وجماهير ومجلس إدارة ومجلس الإدارة والعاملين والرياضيين وكل من ينتمي للأهلي. نشر الكابتن أحمد شوبير على تويتر صورة وهو بيدلي بصوته في الجمعية العمومية وكتب أثناء الإدلاء بصوتي على مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي: سعيد بمشاركتي في إقرار دستور الأهلي الجديد مع أعضاء النادي الذين لا يتأخرون أبدا عن تلبية نداء ناديهم ودائما ما يكونون على مستوى المسؤولية والحدث. وكمان كتب الإعلامي إبراهيم المنيسي على صفحته على تويتر: الدرس الأول، الأهلي قال كلمته. أما إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق فكتب على تويتر: ممكن يكون عندي لم يكن عندي أدنى شك من اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي للتصويت على لائحة النظام الأساسي، لذلك لم أكتب كلمة واحدة في هذا الموضوع رغم كل المعوقات ما قبل هذه الجمعية. شكرا للجمعية العمومية للنادي الأهلي، شكرا عائلة الأهلي. وكتب الفنان نبيل الحلفاوي القيمة الكبيرة والأهلاوي الكبير على صفحته على تويتر: تهنئة خاصة للنادي الأهلي العظيم على هذا الأداء المحترم من مجلس إدارته الذي بدأ منذ شهور الإخراج لائحة تليق به، والتهنئة موصولة لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ يوم التصويت، كبير وقدوة يا أهلي. ونروح دلوقتي لنجم الأهلي وليد سليمان اللي ما شاء الله عليه بصراحة الفترة دي. نشر صورة مع القناص عماد متعب على انستجرام، أحد نجوم النادي الأهلي الكبار جدا عماد متعب، من عيد ميلاد بنات عماد متعب وكتب: عم مصر كلها العمدة عماد متعب. وكمان نشر عمرو السلية صورة من العيد ميلاد من نجوم الأهلي على انستجرام وكتب: عيد ميلاد سعيد تمارا وسيلين. أما أيمن أشرف فكتب على تويتر في ذكرى وفاة والدته وأخيه: ربنا يصبره يا رب أيمن، بجد يعني حاجة صعبة جدا. كتب: زي النهاردة من عامين راح أغلى اتنين عندي، بحاول إني أنسى علشان أعرف أعيش لكن بتظاهر بده، ولكن كل يوم بيحصل موقف لازم يفكرني بيهم، كان نفسي أفقد الذاكرة بس الحقيقة إني فاكر كل التفاصيل، وللأسف ما بقتش بحس أي ألم مهما كان، أصلا مفيش ألم أكتر من كده طبعا، وأنا عارف والله إن دي حكمة ربنا وأنا مؤمن بده، بس الفراق صعب قوي، ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة، إن لله وإنا إليه راجعون. وإحنا كمان أكيد بندعي ربنا يرحمهم ويصبر كابتن أيمن أشرف على فراقهم طبعا، يعني حاجة صعبة جدا، ربنا يصبرك يا أيمن يا رب. عالميا نشر نجمنا محمد صلاح على صفحته على فيسبوك فيديو من تدريب ليفربول قبل مباراة تشيلسي النهاردة، نروح نشوف الفيديو. بالتوفيق صلاح النهارده ان شاء الله، مباراه قويه يهدف فيها ان شاء الله، يلعب كويس محمد صلاح زي ما احنا متعودين منه دايما. نروح نكمل طبعا اخبار السوشيال ميديا. نشر نجم رونالدينو فيديو على صفحته على انستغرام، فيديو تحت عنوان: عليك ان تبقى منتبها دائما. تعالوا نروح نشوف الفيديو لرونالدينو. ان
لكن معاه بويول طبعا نجم برشلونه، الراجل ما بيضيعش وقت وما بيضيعش فرصه في ان هو يحط كباري، يعني لعيب كبير جدا، رونالدينيو من امهر اللاعبين اللي جم في تاريخ كره القدم. طيب